سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم الروتين ديالي للصباح بغيت نشاركه ان شاء الله معكم. هنا اول حاجه درناها من مور الفطور، جمعنا شويه الدار صافي، وهنا طلعت درت الصابون في الماكينه حيت عندي الماكينه في السطح صافي، كنجمع كاع الصابون اللي عندي في الدار وكنرضو باش يتصبن ليا صافي. هنايا درت الصابون، غادي نردها باش تخدم، ديرتي صافي وكنردها باش تخدم. صافي هنايا لي ناب ديال الصاله اللي كبيره كنت كنصبنهم، حيت كل مره كنصبن حاجه ما صبنتهمش كاملين في مره. هاد المره دوزت غير لي ناب ديال الطبالي صافي. كما شفتوا معايا من قبل في فيديوهات الاخرين، كنت خرجت الصاله اللي كبيره، حيدت ليها المخاد والطلامط، فكما قلت لكم ما كنصبنهمش كاملين في مره، كل نهار كنصبن منهم حاجه. هنا صبنت هادو صافي ونشرتهم حتى هما، ونشرت الصابون الاخر اللي عندي صافي وهبط. هنا عندي الفريغو هذا اللي كبير، بصراحه توسخ ليا بزاف، والجاج ديالو عمر بهذا كنت حاطه عليه قزبر ومعدنوس باش ندخلهم صافي، وتشتتوا ليا صافي. ومع الثلج كلشي لصق. هنا غادي نخوي حيتو من الضو، جبت هذا البانيو وشللته، غادي نخوي فيه كامل الميكات اللي فيه، وغادي ندخلو في الحمام حيت هو محطوط نيت قدام الحمام، في الحمام شويه واسع، غادي يصلح ليا باش نغسلو. غادي نخوي كامل اللي فيه هنايا كما قلت لكم في هذا البانيو هذا حيت كبير صافي. غادي ندخلو للحمام وغادي نغسلو مزيان، وعاد نرد ليه نرد الماكله اللي فيه ولا البلاستيكات اللي خرجت منه. المهم هو راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا 10 ديال الدقائق وكاردو، يعني راه ما غدوب ليا حتى شي حاجه صافي. انا غادي نخويه وغادي ندخلو لهذا كما قلت لكم للحمام، باش ما نغسلوش في الدروج حيت هنا جا على الدروج، ونولي نسيق كامل الدروج نبدا من الاول حيت نقيم. فاسهل طريقه انني ندخلو للحمام، وهكا كيجيني مزيان وكيجمع ليا يعني الماء والوسخ في بلاصه واحده. المهم هو راه كما كتشوفوا فيه الثلج بزاف، انا غادي نخويه غادي نخوي كامل الماكله اللي بقات فيه صافي. غادي نرشو بالماء هادشي كله كيتحيد صافي، وغادي نغسلو. بالنسبه لهذا انا كنغسلو كندير غير شويه ديال الصابون ديال الماعن وشويه ديال جافيل، هو اللي كنغسل به حيت ماشي دائما كنغسلو، الاغلبيه غير كنمسحوه صافي. كما كتشوفوا راه الثلج دغيا كيتحيد، ما كياخذش بزاف ديال الوقت حيت ما فيه شي حاجه اللي كثيره صافي. غادي نغسلو وغادي نشللو، غادي نمسحو مزيان صافي، وغادي نرجع نخرجو باش نرد فيه الماكله اللي كانت فيه قبل ما تذوب ليا. Thank you.
صافي هنايا خرجتو، رديتو المدعو ما خديتوش في البلاصه اللي كان فيها. هذه البوطه ديال الشوفو غادي نردها للجهه الاخرى، بصراحه قلبتو. المهم هنا عندي هذا كما كتشوفوا، هادشي كله اللي خرجتو منه غادي نعزلو، اي حاجه اللي ما بقاتش صالحه ولا غادي نحيدها. صافي ورديت فيه كل حاجه كما كتشوفوا، ولا نقي وحتى ترطب اكثر. صافي غادي نسدو، انا رديتو يعني ركبتو في الضو باش يخدم. صافي ورديت كل حاجه لموضعها، غادي نغطيه كندير فوق واحد السيف. صافي وغادي ندوز باش نوجد الغداء. المهم في الغداء انا درت اللحم بالصفرجل، هنايا خديت الكوكوط درت فيها البصله قطعتها رقيقه، درت فيها الزيت وخليتها حتى طاحت، وغادي ندير فيها اللحم. انا ما عنديش اللحم اللي جديد عندي اللي في الفريغو. صافي غادي نزيد عليه ثومه ونزيد القزبر والمعدنوس، وغادي نسد عليه نخفف البوطه ونخليها حتى تشرب ليا اللحم مزيان البصله والربيع اللي درت معاه، وفي نفس الوقيته كيكون كيدوب ليا من الثلج. صافي غادي نخليه يتقلى مزيان، وفي نفس هذا الوقت انا غادي ناخذ الصفرجل وغادي نقطعو. صافي غادي نغسلو وغادي نقطعو على أربعة، غادي نشرطو من الظهر تقريبا جوج شرطات ولا ثلاثة هكذا باش كيدخل ليه الطياب. غادي نديرو في هاد الكاسرونة، ندير معاه الماء، كندير معاه غير الماء بوحديتو كنردو كيتسلق. صافي من مور ما كيتسلق ليا مزيان في نفس الماء، ولا كتحيدو لي داك الماء وتردو ما طايب يعني اللي بغيتو، انا في نفس الماء اللي كنسلق فيه كندير القرفة وكندير السكر. صافي كنغطي عليه وكنخليه حتى كيتعسل. كاينه الطريقه وكاينه الطريقه اللي بغيتو ديرو بالمرقه اللي طيبتو فيها اللحم. كديرو كتاخدو المرقه ديروها في شي مقيله صافي، وتزيدو عليها القرفه وتزيدو السكر، ممكن تزيدو الفاني ولا اللي بغيتو ولا ما زهر. بصراحه انا كندير غير القرفه والسكر. صافي وكتخليوه كيتعسل حتى كيتعسل ليكم مزيان وتيكون واجد. هنايا بالنسبه للطنجره درت نصيص ضويمه ديال الغلمي، ودرت ضويمه ديال الزعفران، شويه ديال الابزار حيت حار، درت معلقه ديال سكنجبير ومعلقه ديال الخرقوم عرق، معلقه صغارين، وشويه ديال الملحه حيت دايره الضويمات كيكونوا مالحين فما كنكثرش الملح. صافي وزدت عليهم تقريبا نصيص معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نحركهم مزيان، غادي نخليهم حتى يتشحروا، وغادي نزيد الماء الكافي اللي طيب ليا فيه اللحم. صافي غادي نسد الكوكوط ديالي ونخليها تطيب. صافي ونرجع معكم باش نحطوا ان شاء الله الغداء ديالنا. صافي هكا كيكون الغداء ديالنا واجد، غادي نحطوه ان شاء الله باش نتغداو. هنا حطيت اللحم، حطيت معاه شويه ديال المرقه، ما كثرتش بزاف المرقه حتى الا بغاوها. صافي وكنزيد ليهم، هي كتجي خاطره وكتجي ملبيه تجي زوينه بصراحه. صافي غادي نسد فوقها الصفرجل اللي كما قلت لكم تعسل. صافي وهكا الغداء ديالنا كيكون واجد. Thank you.
صافي البنات، هذا هو الغداء ديالنا، ديال اللحم بالصفرجل كما شفتوا معايا الطريقه ديالو. هكذا انا كندير ليه دائما، بصراحه كيجي زوين، كنتمنى باش تجربوا وكنتمنى باش يعجبكم الفيديو ديال اليوم. جينا للنهايه ديالو، كنقول لكم مع السلامه، ان شاء الله حتى الفيديو اخر.